بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في قراءة كتاب بداية الهداية. ما معنى بداية الهداية؟ طاعة. نهاية البداية طاعة، وما بين البداية والنهاية طاعة. إذا لا سبيل للمؤمن إلا في الطاعة، غير الطاعة كله ضلال مبين، غير الطاعة كله إلى زوال. مؤمن بدون طاعة ليس له فائدة، مؤمن بدون إيمان ليس له فائدة. العمل المجرد لا ينقذ صاحبه، العلم المجرد لا ينقذ صاحبه. معنى العلم المجرد أي العلم من غير عمل، من غير إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. قول يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا بالدارين آمين. آمين. باب آداب الغسل. الغسل تكلمنا عنه، لغة سيلان الماء. الغسل في اللغة سيلان الماء، وفي الشرع سيلان الماء على البدن بنية. كلمة سيلان يعني جريان الماء، لأن الماء هو الأصل، فإن لم يوجد ماء التراب، والتراب للتيمم، لكن التيمم لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، التيمم رخصة حتى نصلي حتى. طيب، على البدن، فلو كان يمشي وعلى البدن حائل الغسل باطل، كامرأة وضعت طلاق للأظافر، أو رجل يصب الماء على يعني على ملابس والماء لا يجري. بنية، النية فارقة بين ماذا وماذا؟ فارقة بين العادة والعبادة، بل النية فارقة بين صور العبادة. ما الفرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ لا فرق، هذا ماء وهذا ماء، صحيح؟ هذا ماء وهذا إيه؟ وهذا ماء مولانا. هذا ماء وهذا ماء، لكن كيف هذا سنة وكيف هذا فرض؟ النية. رجل دخل الحمام يوم الجمعة واغتسل لأنه في عرق، لم ينوي جمعة ولم ينوي جنابة، ها أخذ الثواب؟ لا. رفع الجنابة؟ لا، هو إلى الآن جنوب. فاغتسل بنية غسل الجمعة فقط، رفعت الجنابة؟ لم ترفع. رجل دخل بنية إزالة العرق وغسل الجمعة ورفع الجنابة بغسل واحد، ها تحقق ولا لم يتحقق؟ تحقق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أركان الغسل: واحد، نية. اثنين، عموم الجسد بالماء. عموم الجسد بالماء. امرأة شعرها يعني ملفوف في أظافر كده،
كان شعرها هكذا يعني ملفوف كده. ثم هي تقف امام يعني الدش كده والماء ينزل. الماء لا يدخل جوه، الماء يمشي برا. الغسل صحيح ولا باطل؟ باطل. طيب الماء يدخل جوه، سنة فك الشعر، سنة فك الشعر، والأفضل أن تفك حتى نطمئن، لأنه لابد للماء أن يعم الجسد كاملا. نية اثنين، عموم الجسد بالماء. ثلاثة، إزالة النجاسات ركن ضعيف. إزالة النجاسة نص عليها مولانا القاضي. ها مولانا ها القاضي مين؟ أبو شجاع، لكن هو ركن ضعيف. طيب في نجاسة مولانا تزال قبل الغسل. موجبات الغسل، سنن الغسل، الموجبات ستة، ثلاثة للنساء فقط: الحيض، النفاس، الولادة. النساء الحيض، النفاس، الولادة. الحيض اسم للدم الخارج من رحم المرأة على سبيل الصحة عادة. النفاس اسم للدم الخارج من رحم المرأة عقب الإيه؟ طب الولادة، الولد عبارة عن حيوان منوي متجمع فخرج، وأنتم تعرفون إنزال المني يوجب الغسل، فما بالك إذا خرج المني المتجمع في صورة إنسان وجب الغسل. ثلاثة تشترك فيها النساء مع الرجال: الموت، كل يموت ولا الرجال فقط يموتون؟ النساء تموت ولا لا تموت؟ ها النساء تموت، تعرف يعني ايه تموت؟ تموت مولانا يعني ماتي. النساء ماتي والرجال ماتي ايضا. خلاص تفهم؟ انا مش فاهم. تاني واحد الموت رجل وامرأة. اثنين نزول المني رجل وامرأة. ثلاثة انتقاء الختانين بالجماع حتى ولو لم ينزل. رجل أدخل آلته في رحم امرأة ولم ينزل، وجب الغسل ولا لم يجب؟ بشرط أن تدخل الحشفة وهي مقدمة الذكر. سنن تسمية، سنن كان النبي يتوضأ صلى الله عليه وسلم قبل الغسل لا بعد الغسل. سنن الموالاة تتابع، سنن التدليك، سنن التيامن. الأغسال المسنونة لها خلاصة: كل اجتماع للناس سنة أن تغتسل. العيدين ها الاستسقاء، من غسل ميت، من دخل في الإسلام، ها إيه كمان؟ الكسوف، الخسوف، الجمعة. لكن متى يبدأ غسل الجمعة؟ من بعد صلاة الصبح. متى يبدأ غسل العيد؟ من منتصف الليل. الوقوف بعرفة، الإحرام، دخول مكة، دخول المدينة. لكن في مسألة، ما رأيك مولانا في رجل أسلم يغتسل ولا لا يغتسل؟ كافر، ثم جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ها يغتسل ولا لا يغتسل؟ يغتسل، لكن القضية ليست يغتسل، يغتسل باعتقاد أنه سنة ولا باعتقاد أنه فرض؟ سنة. طيب استنى، تعي مولانا أنت أسلمت جديد؟ قال نعم. كم عمرك؟ قال 50 سنة. قلنا ألم تجامع الزوجة؟ قال جامعت. ألم تحتلم نزول المني؟ قال احتلمت. هنا يغتسل سنة ولا واجب؟
إذا غسل من أسلم من البداية مذهب أحمد بن حنبل. مذهب مين؟ الكافر إذا أسلم مذهب أحمد بن حنبل يغتسل قولا واحدا، لكن مذهب الإمام الشافعي أنه إذا اغتسل اغتسل سنة بشرط ألا يحصل أثناء كفره موجب من موجبات الغسل. امرأة أسلمت عمرها 5 سنوات لا تغتسل. طب امرأة أسلمت عمرها 20 سنة غير متزوجة، هل حاضت؟ قالت حاضت، تغتسل ولا لا تغتسل؟ تغتسل. واجب ولا سنة؟ واجب. إذن الغسل لمن؟ لمن أسلم سنة ما لم يحصل أثناء الكفر موجب من موجبات الغسل الستة. ما هي موجبات الغسل الستة؟ يلا نحفظ كده. 1 حيض، 2 فاس، 3 4 موت، 5 نزول المني، 6 التقاء الختانين يعني الجماع. خلاص يا شباب؟ يلا يا سيد أبي. باب آداب الغسل. فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع فاحمل الإناء إلى المغتسل واغسل يديك أولا 3. ليه مولانا؟ غسل اليدين قبل وضعها في الإناء سنة. فإذا وضعت يدك في الإناء والماء قليل ضعها بنية الاغتراف، يعني كأن هذه كوب وأنا أغرف من الماء، بدل ما أغرف بكوب أنا أغرف بيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يدي هنا ماذا مولانا؟ يدي هنا مغرفة. طيب إذا كان الماء كثير انتهى الأمر، لكن لو كان الماء قليل، لو كان الماء قليلا ثم وضعت يدي ليس بنية الاغتراف صارت يدي طاهرة وصار الماء مستعملا. فهمتم؟ صار الماء يا مولانا مستعملا. خلي بالك. وأزل ما على بدنك من قذر وتوضأ كما سبق في وضوئك للصلاة. النية والكفين والمضمضة والاستنشاق، الوضوء قبل الغسل سنة. طيب واحد يغتسل فنقض وضوءه أخرج ريحا تبول، ما الحكم؟ يغتسل بعد الإيه؟ استغفر الله. نقض الغسل، لم ينقض الغسل وإنما نقض الوضوء. طيب إذا لم يتوضأ قبل الغسل واغتسل وهو يغتسل لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء، هل يخرج يصلي ولا لابد أن يتوضأ بعد الغسل؟ هذا سؤال نص عليه مولانا النووي. رجل ولم أقل رجل، رجل ماله اغتسل ولم يتوضأ قبل الغسل عادي ترك السنة، وهو يغتسل لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء ثم خرج يصلي ولا لابد أن يتوضأ؟ الحوار مفتوح. يصلي ليه؟ لم يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة من غير طهور، ومن صلى وهو يعتقد أن الصلاة من غير وضوء صحيحة كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. استغفر الله، ضللتم ليه؟ يا سلام يا سلام، شوف رجل ده كويس، أو ده منشد كويس، مولاي صلي وسلم دائما أبدا كده. ده كويس، هو ينشد بالطريقة، طريقة بتاعه دي طريقة كويس أوي، هو شباب لكن ينشد بطريقة كأنه شيخ عمره 1000 سنة، لكن كويس. كلام مظبوط. هذا نص على النووي. إذا رفع الحدث الأكبر اندرج تحته الحدث الإيه؟
الأزهر شريطا ألا يحصل ناقد من نواقض الوضوء، نص عليه النووي في كتاب الروضة. إذا نعم اغتسل سنة لم يرفع حدث أكبر، الغسل سنة رفع الحدث الأكبر. قلت لك لم يرفع الحدث الأكبر ولزيم. وتوضأ كما سبق في وضوئك للصلاة مع جميع الدعوات. وأخر غسل رجليك كي لا يضيع الماء. ده كلام جميل. أنت عندما تتوضأ توضأ وضوءك عادي إلا غسل القدمين، لأن القدمين ستغسل فين يا مولانا؟ في النهاية علشان الترتيب. كلام رائع. اليدين تغسل، لكن أنا في الوضوء لازم ترتيب، ففي الوضوء سأجعل غسل القدمين نهاية مين؟ الغسل، حتى يكون غسل القدمين بماء واحد، مرة للوضوء وفي نفس الوقت هي للغسل، كأنه يوفر في ماذا؟ في الماء. لكن من توضأ من البداية وغسل القدمين ليس عليه حرج. قل يا سيد. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك ثلاثا وأنت ناوي رفع الحدث من الجنابة. حاضر. المرة الأولى فرض، والثانية سنة، والثالثة سنة. ومن مكروهات الغسل الإسراف في الماء وترك سنة من السنن. مكروهات الغسل ترك سنة من السنن والإسراف في المياه. دائما الإسراف في كل شيء مكروه. قول يا سيد. ثم على شقك الأيمن ثلاثا، ثم على الأيسر ثلاثا. التيامن سنة، الشق يعني النصف، التيامن سنة، والتدليك سنة، والموالاة تتابع سنة، لكن الترتيب لا يوجد ترتيب. قد تغسل القدمين، قد تغسل ظهرك، قد تغسل رأسك، ليس عندنا مشكلة في الترتيب. وادلك ما أقبل من بدنك وما أدبر ثلاثا. التدليك هو إمرار اليد على العضو المغسول. التدليك هو إمرار اليد على العضو المغسول، وحكم التدليك عندنا سنة، وهناك فرق بين التدليك والترتيب. ترتيب يعني واحد اثنين ثلاثة. الموالاة مولانا يعني ممكن ثلاثة اثنين واحد، المهم أنهم إيه؟ متتابع. هذا فرق بين الترتيب وبين الموالاة، والموالاة سنة، أما الترتيب ركن. قل سيدي. وخلل شعر رأسك ولحيتك وأوصل الماء إلى معاطف البدن. إذا كان الشعر خفيف وجب التخليل، الشعر كثيف سنة التخليل. المعاطف مولانا الحفرة دي، هنا في حفرة صح؟ في هنا منخفض اسمه معاطف، لأن الإنسان يفعل كده. لكن شوف مولانا الرسول عايز تفعل كده، الإنسان عندما يعرق الدم ينزل هنا، فتجد هذه رائحتها ليست جيدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعهد المعاطف، يعني اهتم بهذه الأماكن، براجم في قزورات تلزق هنا كده، هنا تدليك. الرسول يحب النظافة صلى الله عليه وسلم. وما نبذ الشعر ما خف منه وما كثف، واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوء. لينقض فتتوضأ مرة أخرى، هذه الحذر، فإن نقض توضأت مرة إيها أخرى. فإن أصابته يدك فأعيد الوضوء. لنقض الوضوء. نواقض الوضوء ستة، تحفظون؟ نواقض الوضوء ستة، أسباب الحدث ستة. واحد، ما خرج من السبيلين إلى المني. اثنين، النوم على غير هيئة المتمكن.
3 لمس المرأة الأجنبية من غير حائل. 4 زوال العقل بسكر أو مرض. 5 مس الذكر بباطن الكف. 6 مس حلقة الدبر. مس حلقة الإيه؟ قل يا سيدي. والفريضة من جملة ذلك كله النية وإزالة النجاسة. إزالة النجاسة كما قلنا ركن ضعيف. ركن إيه؟ موجود هنا، ركن ضعيف. من الذي ضعفه؟ ليس أنا، ضعفه الإمام النووي. الإمام النووي هو الذي قال أنه ضعيف. خلاص. واستيعاب البدن بالغسل. استيعاب يعني الشمول والعموم. استوعب الأمر، افهم الأمر. الاستيعاب العموم والشمول. وفرض الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين. غسل فرض الوضوء غسل الوجه والإيه؟ واليدين. هو يشرح ماشي يا سيدي. النية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين. ها؟ ومسح بعض الرأس. يكفي عندنا جزء من شعرة. يكفي جزء من شعرة، ليس شعرة كاملة. ها؟ وغسل الرجلين مع الكعبين مرة مرة. مرة فرض، 2 سنة، 3 سنة، 4 للشاك سنة. 3 ولا 4 نبني على الأقل سنة. 4 لمن يعتقد أنها الرابعة مكروه. في فرق بين الشاك وبين مين يا مولانا؟ ها؟ وبين مين؟ بين الشاك وبين المتعمد. المتعمد إسراف، لكن من يشك يحافظ على السنة. والترتيب وما عداها سنن مؤكدة، فضلها كثير وثوابها جزيل. الحمد لله. والمتهاون بها خاسر. المتهاون بالسنة خاسر. قد حسناتك في الفرض لا تكفي أن تدخل الجنة. الله ينادي الملائكة: هل عبدي من نوافل؟ فإن كان عندك نوافل تدخل، إن لم يكن عندك نوافل. قال مولانا الغزالي: أن من يترك السنن على خطر. أنا أذهب إلى الأزهر بكام الأتوبيس؟ جنيه. أذهب ثم أعود بجنيه، إذن أنا أحتاج كم؟ 2. مولانا نعم، الأتوبيس صاحب الجنيه لا يأتي. يأتي الآن 1000 أتوبيس ب2 جنيه، ماذا أفعل؟ يا أخي خلي معك 4 جنيه 5 جنيه احتياطي، زيادة احتياطي حتى لا تقع في المحظور. فمن يمشي بالحرف يهلك. أنا أحتاج 10 جنيه، إذا أنا لا أريد إلا 10 جنيه. يا مولانا خليهم 11 12 سعة. إنما الضيق من الضيق، إنما الضيق من الضيق. السعة تأتي دائما بالراحة. المسكن الكبير راحة، المال الكثير راحة، الكتب الكثيرة راحة، لكن أنا عندي كتاب واحد لو هلك خلاص الشيخ لا يقرأ. أنا عندي نظارة واحدة زمان، كان دائما في وسط الامتحانات تموت، تقع على الأرض تكسر، تحصل مشكلة. المهم دائما في الامتحانات. لكن سبحان الله من لطف الله تعالى أو من كرماتي هذه، كانت لا تفسد إلا في امتحان الإنجليزي، لأنني من العلماء في الإنجليزي. فأنا في الإنجليزي أنا أجيب بالوحي والإلهام. فكان يعني إنجليزي، يعني نعمل إيه الإنجليزي؟ يعني أي فرب نضع له ER يعطيك اسم الفاعل، ING المصدر، ED يتحول من past إلى present. past يعني إيه؟ ماضي. ها present مضارع، إذن present نضع له ED يكون past. فهمت؟ شو معك صلوا على النبي. فدي كرامة من كرامات المولى علي، أن النظارة تفسد عندما إيه؟
عندما يكون امتحان انجليزي في كل امتحان شاء الله انني كنت في سعة من المال ففعلت 2 نظارة. شوف فعلت 2 نظارة يمكن من 20 سنة، لم تفسد النظارة من بعدها. لما كان عندي 1 كانت تكسر، لكن لما صار عندي 2 وأنا في أمان لم تكسر. الضيق من الإيه؟ من الضيق، لكن السعة تأتي بسعة. خلاص؟ قول يا سيد. والمتهاون بها خاسر، بل هو بأصل فرائضه مخاطر. ليه مخاطر؟ قد لا تكفي. شوف أنت بالفرائض من غير السنن تخاطر بحياتك يوم القيامة، إما الجنة وإما النار، لازم زيادة. زيادة بماذا يا مولانا؟ بالنوافل والسنن والتطوع. الزكاة 20 جنيه، اجعلها 21، اجعلها 25، زيادة حتى تطمئن يوم القيامة. قول زيادة. فإن النوافل جوابر للفرائض. باب آداب التيمم. يا سلام، كلام جميل خالص. في سؤال في الغسل قبل أن ندخل في التيمم؟ احنا نريد نشرح التيمم ودرس آخر. في أي سؤال؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. التيمم لغة القصد. التيمم في اللغة الإيه؟ قصد. وشرعا إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بنية. إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بماذا؟ بنية. أركان: نية، 2 مسح الوجه، 3 مسح اليدين، 4 الترتيب. النية 2 مسح الوجه، 3 الايه؟ طيب. قال تعالى، ها من فاكر الآية؟ فتيمموا صعيدا. طيب، سننه وله شروط. شروطه إعوازه بعد الطلب، يعني لا أجد الماء لكن لا بد أن أبحث عن الماء. أنا ليس عندي ماء، لا بد أن أبحث عن ماذا يا مولانا؟ عن الماء. طيب، هنا مولانا في مشكلة. رجل عنده ماء في البيت كثير، لكن الطبيب قال له إن تستخدم الماء تمرض، أو إن تستخدم الماء يزيد المرض، أو إن تستخدم الماء يتأخر الشفاء. هذا يسمى فاقد الماء معنوي. فقد الماء هي مولانا معنويا. لا يا مولانا، أنا صحيح الحمد لله معافى الحمد لله، لكن لا يوجد عندنا ماء اسمه فقد الماء يا مولانا حسا. فقد الماء معنى ليس عليه حرج، يتيمم. أما فقد الماء حسا، أنا عندي 3 درجات أو حدود. الأول هو حد
الغوث. شوف واحد في مشكلة، أغيثوني ينادي، من يسمعه؟ اسمعوا هذا البيت وهذا البيت وهذا البيت وهذا البيت، كم بيت يسمع؟ قالوا بمقدار 300 قدم. 300 ايه؟ وجب يبحث. طب هو في سفر، وجب ان يبحث عن الماء في الراحلة. طب ان وجد ماء بمال يشتري بشرط لا يزيد عن ثمن المثل. بكم كوب الماء؟ جنيه. خلاص انا اشتري بجنيه. الرجل قال مولانا انا ابيع 2 جنيه. لا يجب الشراء، انت حر تشتري او لا تشتري. فان تشتري براحتك، وان تيممت صحيح. كيف اتيمم وفي ماء؟ في ماء، لكن الله لا يحب الاستغلال. فهمت؟ مرة ذهبت إلى مكتبة أشتري كتاب، هذا الكتاب عندي كلما أراه لا أحب أن أقرأه. هذا الكتاب ذهبت إلى المكتبة، مكتبة قديمة جدا، وجاءوا بكتاب يعني ممزق، لكن أنا قلت سأذهب إلى رجل يجلده جيد. بكم الكتاب؟ قالت المرأة 23 جنيه. أنا أتكلم معه، لا يعني هذا كتاب يعني حالته سيئة وقديم، هل يساوي الجديد؟ قالت طيب انتظر أنا سأذهب إلى صاحب المكتبة رجاء أن يشفع لك يجعله من 23 20، يعني زمان. فأنا فرحان يعني كتاب يرخص شوية. فجاءت المرأة وقالت مولانا الشيخ يقول الكتاب 35. ليه؟ قال يقول هذه آخر نسخة، تشتري خذ، لا تشتري خلاص. كم البداية بكم؟ 23، عشان آخر نسخة 5 وكم؟ ها؟ أنا كنت أريد أشتري 20، هنا أنا أدفع 35، آخر نسخة، إن لم أشتري خلاص. هذا الكتاب هو فتح الجواد شرح الإرشاد لمولانا ابن حجر الهيتمي، كتاب جميل، لكن سبحان الله كلما أراه أنا أتذكر فأفضل. يعني أنا الرجاء يكون 20 ثم ارتفع 35، ما السبب؟ لو قالت أخطئ في الكتابة أو في القراءة معقول، لكن ده اسمه استغلال، هذا الاستغلال حرام. أنا من البداية أبيع هذا بألف جنيه، أنت حر تشتري أو لا تشتري، لكن ده بألف جنيه مولانا، هذه الكوب آخر كوباية 1100 جنيه، ليه؟ فهمت مولانا؟ الاستغلال حرام، لكن أنت حر تبيع بمليون تبيع بألف، من يشتري يأتي ومن لا يشتري لا يأتي، لكن الاستغلال. فهمت يا ابني؟ طيب اثنين، حد القرب. ما هو حد القرب؟ حد القرب ما يساوي الآن 2 كيلو. يعني مثلا من 2 كيلو يعني فين مثلا؟ شبراوي ممكن؟ ولا شبراوي قليل؟ مطعم شبراوي؟ نعم؟ سامع مثلا السابع يعني؟ نحن نقول مثال مولانا. فأنا تأكدت متأكد مولانا أنه يوجد ماء، متأكد وجب أن تذهب مولانا، أنا شاكك، احتمال احتمال، أنت حر تذهب أو لا تذهب. أنا أكرر مولانا، نعم 2 كيلو اسمه حد ماذا؟ القرب. إن تيقنت وجود الماء توكل على الله وجب أن تذهب، لكن أنا شاك ممكن وممكن لا تذهب، أو تذهب أنت حر. حد البعد، نهر النيل في ماء ولا ما فيش؟ في ماء.
يزيد عن 2 كيلو ولا لا يزيد؟ لا يطالبك أحد بالذهاب إلى نهر النيل، تذهب أو لا تذهب. وقد يكون الماء بجوارك لكن في منع، أنت فوق جبل والماء لا ينزل إلى شاطئ، الماء ينزل رأسي، فإن تنزل تهلك لا تستطيع أن تصعد. إذن الله لا يريد أن يقتلك، الله يريد أن ييسر. إذن شروطه إعوازه بعد الإيه؟ بعد الطلب، لا بد أن تطلب. وأنا عندي حد الغوص واجب، حد القرب إن تيقنت، حد البعد أنت بالخيار تذهب أو لا تذهب. تعالوا ننظر إلى السنن مع الكيفية. مولانا التيمم يكون على اللحم، ليس على الملابس. مولانا هذا تراب، ممكن تراب من مكتبة كده، في تراب، ممكن تراب كتب. الحمد لله، شوف تراب كثير، ده دليل على أن الطلاب الحمد لله في نشاط، في همة. يعني الحمد لله أنا عارف يعني أقل طالب فيكم ينظر إلى الكتاب على الأقل 20 نظرة في اليوم، صح سيد بطاطس؟ ينظر كده مولانا، يعني تراب، لكن لا تراب من الريح، يعني الريح تمشي كده ثم يفعل كده، ما ينفعش، لازم نقل. شوف مولانا، بسم الله الرحمن الرحيم، سنة تفريق الأصابع، بسم الله الرحمن الرحيم، سنة، خلاص. ضربة أولى، ليس ضربة طق، ليس مولانا بالراحة شوي، في تراب. تفريق الأصابع سنة. اثنين، تخفيف التراب، تخفيف التراب هكذا، ليس هكذا، هذا ليس تخفيف، هذا إزالة. ضربة كده مفرقة الأصابع، ها، تخفيف التراب. مسح الوجه مرة واحدة. اثنين مكروه، يبقى رقم واحد تفريق الأصابع، اثنين تخفيف تراب، ثلاثة المسح إيها مرة. طيب أنا ألبس خاتم، سنة تحريكه في الضربة الأولى، واجب تحريكه في الضربة الثانية، لأن الضربة الأولى للوجه، أما الضربة الثانية لمين؟ ها؟ لليد. فأنا أفعل هكذا، الضربة الثانية سنة أن تكون خطوطا، وسنة عدم الفصل، هذه يلي ممدودة ثم هذا الشمال فوق اليمنى مفرق هكذا، لا تفرق، خلاص. طيب ممكن هكذا ينفع، لكن سنة يا مولانا خطوطا، خلاص انتهى التيمم. هذا التيمم من أجل الوضوء. طب التيمم من أجل الغسل كما هو؟ بعض الناس يقول الغسل يعني يتمرغ في التراب، يعني يجعل جسده كله في تراب. مولانا بالراحة شوية، التيمم لا يرفع حدث ولا يزيد نجس، التيمم رخصة يجعلك إيها تصلي، رخصة يجعلك يا مولانا تصلي. يلا سيدي بسم الله. فإن عجزت عن استعمال الوقت به بعد طلب أو عذر من مرض أو لمانع، خلي بالك الشيخ يقول ها بعد الطلب، ليس التيمم من البداية، أنا أصحى من النوم في ماء، ما فيش ماء، نويت التيمم، لا، لابد أن تبحث وتسأل. تذكر حد الغوث وحد القرب وحد البعد، ولكل واحد من الحدود حكمه. وجب إيه؟ يأتي في النهاية، في النهاية. هل يطلب في كل فرض؟ نعم. وسنة له أن يؤخر الصلاة رجاء أن يأتي الماء. يعني أنا دلوقتي لم أصلي العشاء الآن، الساعة كام الآن؟ مثلا الساعة 8:00، لو تيممت صحيح،
لكن أنا أنام الساعة 11 أخر العشاء الساعة 9 10 لرجاء أن يأتي إيه؟ من يأتي ماء. في فرق بين الوضوء والماء 36 وجه، 36 وجه. أنا أذكر بعضها. الوضوء أصل التيمم بدل، التيمم بالتراب الماء للوضوء. الوضوء تصلي به ما شئت من فرائض وسنن، أما التيمم لا تصلي إلا به فرضا واحد وما شئت من السنن. أنا الآن أنام الساعة 5 قبل المغرب، أستيقظ الساعة 9 بعد العشاء، في ماء لا يوجد ماء، أتيمم مرة لماذا؟ للمغرب، ثم أتيمم مرة لمين؟ للعشاء، وأصلي ما أصلي. نواقض التيمم الكفر، 2 مجيء الماء، 3 ما نقض الوضوء. لكن في تفصيل سنشرحه، إذا الشيخ لم يتكلم أنا أتكلم. قول سي. رؤية الماء في الحضر تختلف عن رؤية الماء في السفر. فإذا كان الماء يكسر وجوده وأنت في الصلاة ثم جاء الماء وجب أن تخرج، أما إذا جاء الماء وأنت في الصلاة في مكان يقل فيه وجود الماء تكمل الصلاة. قول سي. أو عذر من مرض أو مانع من الوصول إليه من سبع أو حبس. محبوس مسجون في ماء لكن مسجون، أو الماء عند نهر ومكان النهر في تمساح. تعرفون تمساح؟ تمساح ده حيوان لطيف يعني لا هو قلبه رقيق لا يجعلك تتوسل إليه، هو يقتلك على طول حتى لا يترك لك فرصة تبكي أو تجري. سبحان الله، وعنده ضربة بزيله، هذه الضربة سرعتها أسرع من مش عارف من سرعة الإنسان 600 مرة. نشوف، أنا عندما أرى شيء أنا أجري بسرعة، شوف هذه الحركة، هو يفعل هذه الحركة أقوى مني 600 مرة، فلا يجعلك يعني تخاف، يقتل على طول. لكن لطيف، بعدين ليس عنده لسان، عندوش، وعنده أسنان فقط، يعني هو لو تجرب شو بيأكل هكذا خلاص، ليس عنده سنان، لسان يأتي فوق تحت كده، فلطيف خالص يعني. من يعوز من يريد ممكن نفعل رحلة إلى السودان، نهر النيل في السودان في تمساح كثير، لكن تمساح لطيف. وسبحان الله التمساح لا يقتل أبدا إلا في موضعين، هنا تحت يده، هنا يموت، غير كده جلده لو تضربه بسكين لا يتحرك، منشار لا يمشي. كيف يصطاد التمساح؟ يأتي الرجل ويلبس ملابس جلد قوي وينام، إذا نام الإنسان هو يريد أن يضرب بزيله فلا يستطيع، هو عايزك واقف عشان يضربك هكذا فيقتلك، لكن هو نايم فالتمساح يمشي حوله بس عايز قوة. لكن سبحان الله أرزاق، السودان يصطاد جيد أوي، فيأتي الرجل الصياد ينام على الأرض فيخرج من التمساح، التمساح يريد يأكل لكن مش عارف، ليه مش عارف مولانا؟ شوف كأنك هكذا، الماء هكذا وأنت تريد تشرب الماء من هنا، لا بد كده، فهو عاوز الإنسان يقف، فيبدأ التمساح يمشي حوله، فإذا وجد الصياد فرصة للإبط يطعنه بالسكين، هنا يموت التمساح رحمه الله. هو لا يؤكل يعني أكله حرام، لكنهم يأخذون الجلد، يأخذون جلد التمساح. مرة نفعل يعني، تستطيع تلبس ملابس قوية، تلبس ملابس شتاء كده وتذهب، لا تخف. سبحان الله، الله سخر كل الكون لخدمة الإنسان. شوف يأكلك لكن
في تحت الإبد. سبحان الله سبحان الله. قول يا ابني احنا ان شاء الله كده نعمل فريق نصطاد التمساح. او كان الماء الحاضر تحتاج اليه لعطشك او عطش رفيقك. هذا كلام جميل. انا عندي زجاجه ماء في السفر، ان توضعت اعطش. لا يا مولانا، ما دمت تحتاج اليها لشربك او لشرب حيوان محترم كان تمشي بالدابه بالحصان، هنا مولانا لا تفعل، تيمم. او كان ملكا لغيرك ولم يبيع الا باكثر من ثمن المثل. الوضوء بالماء المغصوب حرام، لكن الماء المغصوب تصلي به. الماء المغصوب، الماء المسروق حرام مولانا. نعم. أو كانت بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك. جاء رجل وسأل الصحابة، قال أنا استيقظت جنوبا وأريد أن أغتسل، ماذا أفعل؟ قالوا تغتسل. قال إذا اغتسلت دخل الماء في الشق، في رأسي، في شق. قالوا لا بد أن تغتسل، فاغتسل الرجل فدخل الماء فين؟ في الشق، فمات. فعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ كان يكفي أن يتوضأ، استغفر الله، كان يكفي أن يتيمم، كان يكفي أن يمولانا أن يتيمم. هل لا سألوا إذ جهلوا؟ مولانا لا تعرف تسأل. قتلوه قتلهم الله، هذا جزاء الفتوى الضالة. الرسول دعا عليهم، بدل أن يدعو لهم دعا عليهم. قل سيدي فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة ثم اغسل صعيدا طيبا عليه تراب. صعيدا طيبا، الصعيد هو المكان المرتفع، الصعيد هو المكان الايه، وقد ذكر الصعيد في القرآن في 3 مواضع. عليه تراب خالص طاهر لين. في تراب نجس، في لو واحد تبول في الطرقات، طب ممكن نتوضأ برمال؟ لا، نحن نريد غبار، نريد ماذا مولانا؟ ها غبار. قول يا سيدي اسمنت ما ينفعش، جبس الرمل ما ينفعش. فاضرب عليه بكفيك ضاما بين اصابعك والمس اباحة فرض الصلاة. وامسح بهما وجهك كله مرة واحدة، ولا تتكلف ايصال الغبار الى منابت الشعر خف او كسر. ده تعبدي يا مولانا، ده تعبدي. ثم انزع خاتمك واضرب ضربة ثانية مفرغة. شوف شوف، انزع خاتمك، والضربة الثانية الأولى تضم عشان الوجه، لكن الثانية مفرق عشان اليد. مفرقا بين أصابعك وامسح بهما يديك مع مرفقيك، فإن لم تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى إلى أن تستوعبهما. مفيش مشكلة. ثم امسح إحدى كفيك بالأخرى وامسح ما بين أصابعك بالتخليل، وصلي به فرضا واحدا وما شئت من النوافل. سبحان الله. فإن أردت فرضا ثانيا فاستأنف له تيمما آخر. تيمم جديد خلاص. وهنا من عليه عذر في خطبة الجمعة فله تيمم للخطبة وله تيمم للصلاة، فهمت؟ يتيمم كم مرة؟ مرتين. قول يا سيدي خلاص. باب أدب الخروج إلى المسجد. يلا هات، مش مشكلة، وريني يا ابن ثانية واحدة، تحط دبوس عشان ده يفسد. آداب المسجد، دخول المسجد ده حلو أوي، يخرب بيت. طيب الخروج إلى المسجد. المسجد بيت الله في الأرض، وأول مسجد بني على الأرض
كانت الكعبة بناها الله بقوله كن فيكون. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وبني قبل خلق آدم بألفي عام، 2000 سنة، وطافت فيه الملائكة وطافت الجن، وما من نبي إلا وطاف بالبيت. وأول فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل المدينة بنى المسجد، مقر الحكم، استقبال الوفود، دار الدعوة، دار التعاليم. فهمتم؟ المسجد، في فرق بين المسجد والجامع. الجامع هو الذي يجمع الناس لصلاة الجمعة، أما المسجد هو كل موضع سجدت فيه، وما من مكان تسجد فيه إلا ويأتي يوم القيامة شاهدا لك أنك سجدت عليه. وأي موضع خصصناه أن يكون بيتا لله لا يجوز تحويله لغير هذا فيما بعد. فهمتم يا أهل الله؟ رجل بنى مسجد تحت عمارة، ثم بعد ذلك يهدم العمارة، ثم يفعل سوبر ماركت كبير، أين المسجد؟ ولا ينقل. نص مولانا الماوردي المنتقل سنة 450 أنك لو جبت حصير سجادة ثم تضربه في الأرض مسمار وعرف الناس أن هذا مسجد يصلي فيه الناس لا يجوز تغييره لغير مسجد، فهذا بيت الله الذي يغيره صاحبه، فإذا أوحى الله إليك وقال غيره غير خلاص، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة أهلا وسهلا، أبا كبر، وفي رواية أبا خبر، صح؟ شو أبا خبر؟ لا، في أبا كبر أنتو، أبا خبر مين يا زلفان؟ ماليزيا، مش عارف حاجة، أنت جاهل لغات، الواد ده جيلة، كامو جيلة. قول يا ابني. باب آداب الخروج إلى المسجد. فإذا فرغت من طهارتك فصل في بيتك ركعتي سنة. ليه مولانا؟ صلاة السنة في البيت حتى يتعود الأطفال والأولاد والزوجة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذر: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. لا تجعلوا بيوتكم إيه؟ ليه يا رسول الله؟ صلوا فيها، نحن لا نصلي في المقبرة لوجود النجاسات في المقبرة. طيب، 2، نضمن أنك ستخرج على وضوء. فإذا خرجت من بيتك إلى المسجد على وضوء فبكل خطوة حسنة وسيئة تمحى وترفع درجة في الجنة، والملائكة تضع أجنحتها عليك رحمة حقيقة، رضا بما تصنع، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت الآن تأتي من بيتك إلى هذا المكان، تريد ماذا مولانا؟ تريد العلم. من بيتك إلى هنا الملائكة تصنع لك طريق إلى الجنة، يوم القيامة تمشي فيه وتصل إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الجنة ليس فيها دنيا، مش موجود. قول يا أمي، كان في جهنم، في النار، جهنم نار طعام الأسيم، شوك ومر، صح ولا غلطان؟ ها، طعام أهل النار إيه؟ شوك. ها،
دليان بدايته ايه؟ شوف ها قل ها مر فكنا امزح طلعوها كانه رؤوس الايه؟ الشياطين. انظر الى الدليان كده شوف ايه رايك واحد كده يمسك دليان ثم يفعل كده ما شاء الله ما شاء الله ستتحول ايده الى حمراء من الدم الذي يخرج من الدليان. رائحة الدليان ايه رايك رائحة الدليان؟ جيجي جميلة. حرام عليك يا حرام عليك. أعوذ بالله كل من أكل الدليان أصيب بالنسيان. أنا أكلت الدليان مرتين في حياتي لذلك بدأت أنسى. أكلت مرتين سأنسى. قول يا ابني قول. إن كان الفجر قد طلع كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أذن لصلاة الصبح تصلي ركعتين في البيت ثم تخرج إلى الصلاة. قبلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصلي ست ركعات ثم توجه إلى المسجد ولا تدع الصلاة في الجماعة لا سيما صلاة لا سيما خاصة صلاة الصبح لأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ولا فرض كفاية في مذهب الشافعية؟ ها سنة مؤكدة نص عليها مولانا الموردي ونص عليها الرافعي ونص عليها أبو شجاع لكن رأي ضعيف. الراجح في مذهب الإمام الشافعي أن صلاة الجماعة إيه؟ فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإسم والحرج عن مين؟ عن الباقين. قول يا سيدي. ها فصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. سبحان الله ما بين الدرجة والدرجة كما ما بين الأرض والسماء. فإن كنت تتساهل في مثل هذا القبح فأي فائدة لك في طلب العلم وإنما ثمرة العلم العمل به. شوف ثمرة العلم العمل إيه به. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. فإذا سعيت إلى المسجد فامشي على هينة وتؤدة وسكينة. امشي هادئ امشي بوقار امشي بسكينة لأنك تذهب إلى الله وأنت في المسجد في ضيافة الله وكان حقا على المضيف أن يكرم إيه زائرة. ما من وقت تجلس فيه في المسجد إلا وتجد النفحات والرحمات والفيضات تنزل. شوف نحن نأتي عند الناس نشرب شاي طب عندما ندخل المسجد ممكن لا نشرب شاي لكن الله لا يتركك. الله سيعطيك أفضل من الشاي راحة نفسية راحة بدنية. حتى المذاكرة في الجامع سبحان الله معظم العظماء كانوا يذاكرون في المساجد. بيت الله يبني بيت الضيافة وقد تذهب جائع وتأكل وتشرب سبحان الله فضل الله يؤتيه من يشاء. ضيافة يبني ضيافة. كان راجل شيخ من المشايخ يتكلم مرة قال ذهبت إلى المدينة المنورة فكنت قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنت أبو الكرم وأنا في المدينة وأنا جائع. قال أنا أمشي من المسجد فوجدت صديق من زمان لم أراه قال تعالى عاوز إيه؟ قال تعالى أنا أدعوك إلى الطعام فأكل لحم وأرز. سبحان الله من أنا أسمع هذا الكلام ثم أنا ذهبت إلى المدينة فكنت قريب من المقام فقلت يا رسول الله يعني أنا جائع عاوز أكل. سبحان الله والله يا ابني لا أمزح. جاء رجل ثم أخذني وقال مولانا تعالى نذهب إلى مجلس علم. قلت سبحان الله مجلس علم في المدينة لي تعالى ثم ذهبنا
بعدما ذهبنا وجدنا مكان للسادة النقشبندية. أنا لم أصدق في نقشبندية في المدينة، أنا مش متخيل. ثم وجدتهم يقرؤون سورة ياسين، نقرأ قل هو الله أحد نقرأ. ثم بعد ذلك جاءوا بأرز كثير وبلحم كثير، قل سبحان الله. كأن من يتكلم مع رسول الله الرسول يجيب. الآية محفوظة، واعلموا أن فيكم رسول الله. جائع يا رسول الله ويأتي من يطعمك. سبحان الله، كان حقا على المزور أن يكرم من زائرة. أنت في مسجد الرسول، الرسول يكرمك، فما بالك بالله وأنت في مسجد الله. الله أكرم أكثر من الرسول. فهمت؟ قول يا سيدي. فامشي على هينة وتؤدة وسكينة. تؤدة، تؤدة يعني بالراحة، سكينة بهدوء. ها؟ وتؤدة وسكينة ولا تعجل. في كتاب الروح لابن القيم، ابن القيم مات 751. ابن القيم مات سنة 751 رحمه الله، قال في كتاب الروح كلام عجيب. رؤيا منامية، جاء صاحبها إلى امرأة قال لقد رأيت أولادك الثلاثة الذين ماتوا، الأول دخل الجنة محمولا على الأعناق، والثاني دخل يمشي مسرع، والثالث دخل ببطء حبول. قالت الأول كان يتوضأ ويذهب إلى المسجد قبل الأذان. طب والثاني؟ قالت كان يذهب بعد الأذان. طب والثالث؟ قالت دائما كان يذهب متأخر. شفت مولانا؟ أدي التبكير إلى المسجد يجعلك هادي. انتظار الصلاة غفران للذنوب. إذا جلس الإنسان ينتظر موعد الصلاة، الحسنات تكثر والسيئات تقل. قول يا سيدي. وقل في طريقك اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق الراغبين إليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعا. اسمه تلبيذ للنية. يا رب أنا لم أخرج إلا لك فقط، مخلصا لا أرى إلا إياك في العبادة، ولم أرى الخلق فأكون مرتاح. ده ماذا يفعل مولانا؟ هذا يؤكد الكلام، اللسان يؤكد الكلام. بل خرجت ابتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. نعم. أسألك أن تنقذني من النار. أمين. وأن تدخلني الجنة. يا سلام. وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك. هذه مقدمة لباب الآداب، آداب المسجد، وإن شاء الله يعني نحاول نكملها المرة الجاية. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون